افضل 5 لعيبة في تاريخ النادي الاهلي. رقم 5 هو الرئيس الحالي للنادي الاهلي وهو كابتن محمود الخطيب. اما عن رقم 4 فهو مايسترو نص الملعب وهو كابتن حسام غالي. اما عن رقم 3 فهو طبعا داخل القائمة ببطولاته وهو كابتن حسام عاشور، بيتساوى معاه برضو في المركز الثالث وهو كابتن محمد بركات. اما عن رقم 2 فهو كابتن النادي الاهلي الحالي وهو محمد الشناوي اللي هيبقى واحد من اساطير النادي ده اكيد. اما عن رقم 1 ومفيش اهلاوي او زملكاوي بيختلف عليه وهو ماجيكانو محمد ابو تريكه، اللي في فتره لعبه مع الاهلي ما اعتقدش ان في لاعب رقم 10 كان بالاسلوب ده وبالاخلاق دي. ده الفيديو بتاعي، ولو عايزين كمان اللي انا اعمل فيديو عن افضل 10 لعيبه في تاريخ الدوري المصري قول لي في الكومنتات. برضو ما تنساش تدعم لايك وشير وسبسكرايب لو كنت على اليوتيوب، ولو كنت على التيك توك ما تنساش تعمل اللايك والفولو. شكرا.